الظاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اجتمعنا هنا لأجل أن نؤدي تكليفا شرعيا تجاه من فرض الله عز وجل حبهم في القرآن، إذ قال: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صلى على محمد. فأقل ما نقوم به من تكليف هو أن نقف مع الحق الذي يمثله النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. وآل البيت عليهم السلام، لنقف مع الحق ضد الباطل الذي تمثل بهذا الفكر الظلامي والذي عبر عنه النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم حينما قال لأمير المؤمنين سلام الله عليه: أن هنالك حثالة من الناس يعيبون زيارة قبوركم، هؤلاء أولئك شر أمتي. وقد عبر عنهم القرآن أن شر الدواب الصم البكم الذين لا يعقلون. أخوتي، اجتمعنا هنا يوم الثامن من شوال عام 1344 للهجرة، ولذلك نطالب كل المنظمات الإنسانية التي تعتني بحقوق الإنسان والتي تريد التعبير عن حرية الرأي أن تقف ضد هذه الحركة السياسية التي اتخذت من الإسلام غطاء لتدمر الإسلام ولتشوه صورة الإسلام ولتشوه صورة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. فهم يدمرون ويقتلون باسم الإسلام، والإسلام منهم براء. هؤلاء هم شرار الأمة. فلنقف وقفة واحدة جادة لنوقف هذه الحركة السياسية الظالمة الإرهابية التي لم نعرف منها إلا القتل والدمار. أسأل الله بحق محمد وآل محمد أن يتقبل أعمالنا وأعمالكم بأحسن القبول، وأن يجعلها في ميزان أعمالنا، وأن لا نستهين بقدراتنا مهما كانت صغيرة، فإنه سيأتي يوما من الأيام ونحقق ما نريد ويرجع البقيع كما كان بمحمد وآله الطيبين الطاهرين.